صباح النور، عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في الفيديو. اليوم حبيت نشارك معكم روتيني الصباحي، روتين خفيف ظريف، ما فيش برشا حركة وهرجة، جس باش نطيبوا مع بعضنا، ننظفوا تنظيفات خفيفة للدار. اليوم ديما نحب نشارك معكم فطور الصباح حتى كي يبدأ بسيط، مثلا كيف ما اليوم، على خاطر برشا برشا ناس قالوا لي اللي ما كناش نفطروا ولينا نفطر فطور الصباح، نشجعهم على فطورهم ونشهيهم في القهوة. خذيت اول حاجة مغير في عسل، على خاطر كما تعرفوا مريضة شوية، دونك ما خيرش من العسل على الصباح ولا مغرفة زيت زيتونة. نعطي مغرفة لراجلي والصغاري وليلي بطبيعة، هوكا أي حاجة باهية، سختو كي يبدا واحد كمريض ومستبرد. ومن بعد ديريكت قهوة اللي تعمر الراس وشوية بشكوت، وعملتو نهار لحد مع ما شاركتو معاك الروسيات متاع البشكوت اللي تعملو ما برشا زادا ناس جربوه. وإذا تحبوا على الروسيات قولوا لي، نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. كليت شوية بشكوتو وكل قهوة، ما فماش ما أحسن من البشكوتو والقهوة بصراحة، تحسك بريحة الطفولة وكل الجو متاع قبل. ما فماش أم نتصور ما عنديش صغيرات ما تعملهم بشكل بشكوتو هكايا ويبدأ موجود في كل دار تونسية. قولوا لي كيفاش تاكلوا البشكوتو، تغطسوا ولا تكرمشوها ديريكت وتشربوا بعده الحليب؟ كل واحد كيفاش ياكلوا، على خاطر نعرفش هيك سؤال جي لبالي تو. اني يعني ما نحبوش مغطس برشا، ما ناكل شويه البسكوت ونعدي بالحليب اي الحصير. بعد ديريكت مشيت للدار نشوف شنو عندي باش نعمل. عندي تبيشات طويتهم، ركحت بيت نومي، ومن بعد دخلت للبيوت ركحتهم زاده هما. وبطبيعه السال دو بان والتواليت كما حكيتهم كيف كل يوم، وركحت الكلوار، ومن بعد دخلت للكوزينة. بالنسبة للكوزينة الروتين هذايا نعمله نهار غي بنهار، ما هوش روتين كبير برشا، جست هيك نمسح المروات شوية، جست هيك ملوطة من غير حتى ما نطلع ونمسحهم كلها. منين نحل الباب وتلقى تاش متعيدين ولا حاجة ما نطيقهمش، على خاطر مرواتي بيض هوكا تظهر فيهم، أقل حاجة تظهر فيهم. هي كانت كوزينتي بكله بيضة، أما بكثر التعب اللي تعبتوا فيها ديما أقل حاجة تظهر فيها. وليت دهنتها، حبيت ندهن كالروز الفوشيا اللي طلع برشا واللي تعمناول في الكوجينات. أما اللي خلط لي الدهن، خلط لي حاجة بعيدة ياسر على الروز، عمل لي الموف اللي كما شفتوه في كوجينتي. ان شاء الله ان شاء الله نحاول نبدله، خاطر برشا برشا ناس قالوا لي ما هوش مزيان بالكل. صحيح ما هوش مزيان ومش عاجبني، اما والله العظيم ومرتحني برشا برشا، على خاطر لونه غامق هوكا ما تظهرش فيه حتى تاش، ما قد ما تعمل قد ما تمس ما يظهرش بالكل. حتى ولادي كي كانوا يلعبوا لي بالمروات والمعون، اكيد الناس الكل صغار يلعبوا لهم بالمروات متاعهم، ما يظهرش فيهم حتى تاش. بصراحه ساعدتني على الاخر، صحيح لونها مصت شويه مش متاع كوجينا، ما بقى لا تعب. ان شاء الله نحب نعملوا لون هكا يا باش كيف المبنى متاعي الكل، تولي الكوجينا تابعه الدار الكل، ولا نعمل حاجة في المارون باش زادا ما تظهر ليش الوسخ فيها، على خاطر اني من نوعية نسيل الموسوسة على الاخر، ما نحبش المروات فيهم تاشيت ولا حاجة. حاصلو الروتين هذايا نعمله نهار غي بنهار بريسك، ولا ساعات حتى كل يوم اني ولا جو كيفاش. حتى كي يبدا عندي قضية كبيرة لازم الحاجة هذه نعملها في الكوجينة، بس حتى اللي يدخل الكوجينتي يلقاها منظمة ونظيفة. ما غير معناها ما نستحقوا ان نخملوا الكوجينه الكل باش نمسحوا كل مروات هكوما، ديما الواحد يتفقدهم باش حتى كان جاك ضيف على غفله والحاجه يلقى المنظر مزيان ونظيف. نظفت اللجاقات اول حاجه والغاز بطبيعه، كبيت المعون اللي عندي من امس، خاطر البارح جملي برشا معون، رجعته لبلاصته. من بعد بديت كيماليتو في المروات نمسح جس شويه اللي نخلط له، معناه مش لازم حتى للكل. من بعد طيبت الفطور،
الأخيرة متاع الفطور. كنت اليوم باش نطيب، قلت نعمل الحوت في الفول ونزيد معاه سلطة مشوية ونزيد معاه سلطة مفورة. أما المشكلة إني ما نطيبش برشا خبز على خاطر صغاري منجموش ياكلوا الخبز، يقلقوني برشا كي نبدا نطيب لهم في ال كي نوكلهم اللي بالخبز وكل السلطة مشوية مثلا ما يجموش ياكلوها. كان ولدي الكبير كنش ياكلش منها شوية، وكي تبدا حارة ما يذوقهاش، ولدي الصغير يلقى صعوبة كيفاش باش نوكلو كيفاش ياكل الخبز. نجيب باش نعمل حاجة شيحة، بعد نبدا نخمم فيهم هما الأولى. نولي نعمل كسكسي، نعمل مكرونة. تصور الجمعة هذه الكل بريسك، مش الجمعة هذه معناها من نهار الجمعة طيبت كسكسي بالدجاج في الليل بعد ما كملت الحوسة متاع الصالة. ومن غدوة مشيت لدارنا، مش في دارنا، من غدوة مكرونة عيبرك بدلت شوي. ونهار لحد كسكسي بالحوت ما طيبت، وفي الليل روحت نلقى حمادي كسكسي باللحم، ومن غدوة كسكسي بالفلفل المحشي في داري عملته، والبارح كسكسي بالحوت. تخيلوا كسكسي كسكسي كسكسي. اليوم قلت خليني نطيب مقاربنا. الله غالب معناه ديما هما اولى وكهوم. هونا في الليل نعمل اللي نحب في الليل، مثلا نخلي لهم من فطورهم حاجة صحن، ديما نخلي لهم صحين من فطورهم، وفي الليل نفتقوا مواهبنا يعني ونجي ناكلوا اللي نحبوا، المقلي الهريس كل شيء ناكله. اما في نصف النهار ديما مربوطين بالصغار، نعمل كسكسي، نعمل مكرونة، شوربة، روز، ديما كحاجات بالمغرفة، والمرقة قليل 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 نعمل مرقة، وكل حاجات الشايحين زاد الكول اذا باش نعملهم نعملهم في الليل ما نعملهمش في النهار. حاسيلو نمشي تو نطيبو مكرونة بالصلصة بالحوت في سما، تحضر تو الوقت 10 ودرجين، نحضرها على بكري ونقعد نرتاح وكهو. شاركتكم المكرونة بتاعي بالحوت برشا مرات، وبرشا عباد جربوها وعجبتهم برشا برشا. مش نعاود نطيبها معاكم. حطيت ملح في الفلفل، شوية من الزبون، باش نحط الفلفل نخليه يتقلب القديه في يسيب الحلوري يسيب بنت الكل في كل صوص هكاك. نحطوا شوية ملح، هي مي ماهوش برشا،
نخليها تغلي من طول، مش نحط فيها طريف رند رند ما نحبوش برشا، وزيدها هذي قوي برشا، جديدة قوية على الاخر، نحط طريف هذي تعطيني مطعم برشا برشا زيادة. نحط هذوما القيشات اللي نحبهم في الصوص يعطيهم مطعم، والاخر نشويه في الليل. سهل على الاخر، ممكن في 15 دقيقة تحضر. نحط الفلفل الأكحل، نغطي عليها، وبعد الفطور طيبت كريمة. الكريمة هذه طيبتها بنص إتر حليب وثلاثة مغارف نشي ومغرفة كاكاو وشوية سكر حسب الرغبة متاعكم بالطبيعة. ريسك جمعتين هكاك نعمل فيها الكريمة هذه، تغرمت بيها على الأخر، كل مرة نعملها بنكهة، مرة بالعطرشية، مرة بالزهر، مرة بالفانيليا، عملتها بالكاكاو، وكل مرة كيفاش نعملها إن شاء الله، خاطر لقيتها سهلة وبنينة على الآخر. ونقعد نتفرج على المسلسل الطفل.